يا الرابع صلوا على النبي. بقول لكم قصة، شوفوا الحق لي ولا علي. جوني ضيوف في المزرعة، 4 أشخاص، واحد مدير حقهم حقول الباكستانية، كلهم صدقاء وأعرفهم، وجايين من خارج المدينة. وجوني على المزرعة، عندي غنم وعندي تيوس في الشبك. أخذنا التيس، سوينا العشاء. أول ما قطعناه حطناه بالقدر، قال المدير كم حق التيس؟ قلت جايني في محلي تقدر تسألوني عن كم التيس؟ لو تسألوني حق عن قيمة التيس كان قلت خلنا نطلع به برا ونقطه، أما هنا ما في قطعات عندي، أنت في محلي دحين. والله يحييكم. يا والله ما نذوقه إلا تعلمنا. قلت والله ما أعلمك. دق سيف الرجل وروحه، خلوا التيس في الصحن مقطع. المهم راحوا مختفى تقريبا ساعة ونص أو ساعتين. أنا على طول اتصلت في أمي وخواتي وزوجتي، قلت الله يحييك على العشاء. جني في المزرعة بعد ساعة ونص إلا راجعين ثلاثة، المدير حقه ما جاء، كلهم سعوديين. تمام، وقفهم السلام عليكم. السلام، قلت والله عندي عوائد الحين. دقوا سلف وروحهم حقوا خويهم. الحين الحق لهم ولا ليا؟ من أين هذا الزعل؟ أفيدوني، تكفون يا أهل العرف.